السلام عليكم، معكم المهندس محمد أمين. اليوم في هذا الدرس نشرح لكم كيفية إنشاء بانل أو كارد أو بوكس متحرك. عند الضغط عليه يخفي البيانات ويظهرها بطريقة جميلة. في هذا الدرس سوف نشرح طريقة الجيكويري. لدينا في القناة مقطع فيديو آخر يشرح طريقة الجافا سكريبت. الآن نبدأ بإنشاء الملفات من الصفر. ندخل على www، نكتب ويب، فولدر الويب، داخله ملف css بالإضافة إلى js بالإضافة إلى index.html. نفتح محرر الأكواد، نختار الملف اللي أنشأناه الويب، نفتح لايف سيرفر، نكتب كود ال HTML، نغير التايتل اكوردين لينك انا السي اس اس، جرب ملف سي اس اس، ننشئ ملف سي اس اس ستايل دوت سي اس اس بالاضافة الى البين دوت جي اس، خليهم في فولدر الجي اس. كذلك ملف الجافا سكريبت المين دوت جي اس، نقوم باستدعاء ملف المين دوت جي اس بالإضافة إلى ملف الستايل دوت سي اس. هنا الجيكويري، ملف الجيكويري نحتاجه في هذا التصميم. نحفظ ملف الجيكويري في فولدر جي اس. الآن نستدعي ملف الجيكويري يكون فوق ملف المين دوت جي اس، يعني ما يصير نخلي أسفل ملف المين دوت جي اس. مكتبة الجيكويري لازم تكون فوق ملف من دوت جي اس. الآن انتهينا من جلب الملفات div dot according tab div dot banal div dot banal تايتل، هو اللي نقصد به الكلاس. هنا نعطي عنوان للتايتل 1 div banal content، هنا المحتوى لوريم تاب. الآن نشاهد نحتاج إلى 4، نأخذها كوبي، نكرر العملية 4 مرات. تايتل 1، تايتل 2، تايتل 3، تايتل 4. الآن نبدأ بتنسيق. نذهب إلى ملف style.css. هنا نحتاج إلى جوجل فونت. جوجل فونت أكو درس خاص في القناة شرحته بالتفصيل، يمكن مشاهدته. الآن بشكل نختار الخط المناسب لنا، امبورت، ناخذ هذا خليه في ملف ستايل بالإضافة إلى فونت فاميلي لاستدعاء الخط.
استدعينا هسه احنا الخط، تغير عندنا الخط، مارجن صفر، بادنج صفر، بوكس سايزنج بوردر بوكس، البادي ديسبلاي فليكس حتى نوسط المحتوى في الوسطى، جستيفاي كونتنت سنتر ولاين ايتم سنتر لتوسيط المحتوى في وسط الصفحة، نعطي ارتفاع معين حتى يتوسط. الان دوت اكوردين الويد، نعطي ويد 800 بكسل، والمارجن 20 بكسل. هنا لازم للبدي طينا لون background color، لون فد لون معين، نطس التنسيق للبنل، margin button 20 بكسل، بنل تايتل سوي للتنسيق، بنل تايتل background color، نختار اللون المعين المناسب، والبادنج 13 بكسل 20 بكسل. البانل تايتل before، نريد نخلي علامة هي الموجب او الزائد، البانل تايتل خلينا له لون ابيض، البوزيشن ريليتيف، نرجع البانل، البانل تايتل خلينا له علامة شكل الماوس هو الكارسور، نانا رايت 20 بكسل، التوب 50%، حتى نوسط العلامة الزائد في الوسط، نقول ترانسفورم ترانس ليت واي ناقص 50%، فون سايز اختارينا حجم الخط، بنى الكونتنت سوي تنسيقاته، البادنج 13 بكسل 20 بكسل، الباكراوند كلر ابيض، الاوفر فلو للواي هيدن اوتو، اوفر فلو للواي اوتو. الان عند اضافة كلمة الاكتف راح نغير بعض التنسيقات بالبانل كونتنت، بس اذا كانت البانل اكتف نوصل ما بانل كونتنت، خلي البادنج 13 بكسل 20 بكسل، هناك بالبانل كونتنت الهايت خليه صفر، والاوفر فلو نخليه هيدن حتى نخفي، عند الاكتف حتى نظهره، يعني بالعكس الهايت 140 بكسل او 130. هنا للحركة ترانسيشن، الحركة تكون بطيئة كما تشاهدون، ما بنل اكتف بنل تايتل بفور راح يكون كونتنت
سالب أو ناقص. هنا الباكراوند كلر نخلي له اللون يكون أفتح بالإضافة إلى الويد 25 بكسل، الهايد 25 بكسل كما تشاهدون، البوردر راديو 50% دائرة، جستيفاي كونتنت سنتر، الاين ايتم سنتر، ديسبلاي فليكس توسط في وسط عصر. الآن عندما نلغي الأكتف كيف يظهر؟ عندما نكتب الأكتف كيف يظهر البانر؟ ننتقل إلى ملف المين دوت جي اس لكتابة أكواد جي كويري. عندنا فيديو في القناة ممكن مشاهدته بطريقة جافا سكريبت. الآن نستخدم جي كويري. نذهب إلى index.html، البانر ناخذه لاستدعاء دوت بانر دوت كليك فانكشن اف. هنا نقول عندما نضغط على البانر نقول اف اذا this معناه هو نفسه ضغطنا على البانر. This يقصد به البانر نفسه عندما ضغطنا كليك. هذا كلاس يعني هل هو موجود للكلاس الاكتيف عندما ضغطنا على البانر؟ هذا هو معناها. راح يعطينا لو ترو لو فولس. اذا ترو معناه هو ترو، اف معناه تحقق نحذف. This يعني هو نفسه، هو ضاغطين عليه المكان، ضاغطين عليه البانر، نخلي له ريموف كلاس اكتيف، والا البانر نفسه يعني البانر يقصد اي بانر موجود اذا كان بي اكتيف. اولا ريموف الكلاس، ريموف كلاس يعني الاكتيف، يعني احذف اي اكتيف موجوده بالبانر. بعدها ذس انت الضاغط عليها، ذس معناها بالكليك، اد كلاس ضيف لكلاس الاكتيف كما تشاهدون. طريقة جميلة ومميزة في هذا الشرح.